مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من ضيف الأخبار. وضيفنا اليوم هو وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا، وسنناقش معه قضية الوحدة الترابية للمغرب ومقترح الحكم الذاتي ومبادرة ولوج دول الساحل إلى الأطلسي ونداء طنجة الرامي لطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي، فضلا عن التعاون القائم بين المغرب وبنغول. فأهلا ومرحبا بكم. السيد وزير الخارجية، شكرا لكم ومرحبا بكم في ضيف الأخبار. من دواعي سروري على الدوام كانت لغامبيا مواقف واضحة وبناء بخصوص قضية الصحراء المغربية. كيف تنظرون إلى مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب؟ أعتقد أنه المسار الصحيح. منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم كان موقف غامبيا ثابتا وراسخا، وليس ثمة غموض حين يتعلق الأمر بموقفنا من قضية الصحراء المغربية. ولهذا السبب سعدنا وتشرفنا بأن نكون أول دولة تفتتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وفي اعتقادي فهذه الخطوة كانت خطوة في الاتجاه السليم لتصحيح بعض الأخطاء التاريخية، لأن وحدة وسلامة هذه الأقاليم تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلينا، ونحن نؤمن بمغربية الصحراء وموقفنا سيظل نفسه دائما. وكوزير للخارجية وحتى قبل ذلك بوقت طويل كنت متشبثا بهذا الموقف، وأثناء خدمتي في نيويورك إلى جانب أخي الأكبر عمر هلال كنت جزءا من النضال من أجل احترام حقوق المغرب المشروعة في الصحراء. 5 دول إفريقية جديدة وقعت على إعلان طنجة الرامي لطرد ما يسمى بالبوليساريو من الاتحاد الإفريقي. كيف ترون هذه الخطوة؟ قرار عودة المغرب إلى عائلته الطبيعية على حد وصف جلالة الملك محمد السادس كان خطوة في الاتجاه الصحيح، ولقد حظيت بشرف الحضور في القاعة التي أعلن فيها جلالته عن ذلك، وكانت العواطف الجياشة بادية بجلاء في صوت جلالة الملك. أخال أن توقيع هذه الدول على هذا الإعلان يندرج ضمن هذا المنطلق، ولطالما قلت إذا تركت فراغا فإن الخصوم يملؤونه. الآن وقد عاد المغرب إلى حضن عائلته الشرعية والطبيعية، فمن البديهي أن ينخرط أفرادها في نضاله وأن يحرصوا على تحقيق المزيد من المكاسب. ولدي ثقة في الدبلوماسية المغربية وفي أخي ناصر بوريطة، وأعتقد أن المغرب يقوم بالأمر الصائب ويخوض المعركة الصحيحة. هل حان الوقت لتصحيح الخطأ التاريخي؟ هناك دائما وقت لتصحيح الأخطاء ولا يفوت الأوان أبدا، وأعتقد أن المغرب في الوقت الراهن حاضر، وعملية التعريف والتحسيس بقضيته مستمرة، وبات له المزيد والمزيد من الأصدقاء الذين أصبحوا ملمين بالوضع ويمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة تهم قضية الصحراء المغربية. ألا تعتقدون أن وجود كيان وهمي غير معترف به من طرف الأمم المتحدة داخل الاتحاد الإفريقي يمس بمصداقية هذه المنظمة؟ لا تعترف الأمم المتحدة بهذا الكيان، ولهذا السبب لم يحظى أبدا بقبول المجموعة الإفريقية، وكنت واحدا من أولئك الذين قالوا بما أن هذا الكيان ليس دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة فلا يحق له المشاركة في مداولاتنا. وفيما يخص الاتحاد الإفريقي وهل يمكننا الحديث عن المصداقية، فأظن أنه منظمة تتمتع بمصداقية، ولهذا السبب نحن نناضل من داخل أجهزته. وتعرفون أن المعركة لا يمكن الفوز بها بين عشية وضحاها، وحين تخوض معركة يجب أن تضع استراتيجية، وأعتقد أن من أفضل الاستراتيجيات التي تم وضعها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس استراتيجية عودة المغرب إلى حضن عائلته الطبيعية. ومنذ ذلك الحين فإنه يحقق المكاسب، وداخل الاتحاد نجد المعركة الواجب خوضها ونتأكد من أن الشيء القانوني والمشروع قد تم القيام به. جلالة الملك دعا إلى إطلاق مبادرة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى الأطلسي، ما رأيكم في هذه المبادرة؟ حسناً، هذه مبادرة ممتازة وأنا معجب بها منذ البداية، وأظن أنها تتيح لنا فرصة تسخير مواردنا للارتقاء إلى مستوى التحديات التي نواجهها، فنحن نواجه التحديات نفسها
بيد أننا لا نتوفر على القدرات والإمكانيات ذاتها، ومن خلال تجميع مواردنا سيصبح بمقدورنا التصدي للتحديات وكسب الرهان. ولقد كنت في زيارة لنيويورك لحضور أشغال الجمعية العامة، وكان ثمة حديث بين ممثلي دول مطلة على الضفة الأخرى للأطلسي عن مبادرات تعاون، وأحطهم خبرا بما يقوم به المغرب كبلد رائد في إفريقيا. لذلك يتعين علينا توسيع نطاق هذه المبادرة والعمل مع الأشخاص ذوي التفكير والتصور المماثل حتى نتمكن من التغلب على خصومنا المشتركين. دعني أطرح سؤالا عن العلاقات الثنائية، كيف تنظرون إلى العلاقة بين غامبيا والمغرب؟ إنها علاقات متميزة ومواقفنا لم تتغير منذ الاستقلال، وهناك الكثير من المغاربة الذين يعتبرون غامبيا وطنا لهم، ومن بين هؤلاء عائلات بن سودة وبن جلون والعالمي، وتعد هذه العائلات جزءا من نسيج المجتمع الغامبي. وأنا شخصيا درست هنا في المغرب، وكان لدي زميلان وزيران سابقان درسا في مراكش في مدرسة الدرك الملكي، وكذلك وزيراء الداخلية والخارجية الأسبقين وقائد حرس الرئيس الأسبق. وبوزارة الخارجية تجد العديد من الموظفين والدبلوماسيين الذين تلقوا تدريبا هنا، ومدير قسم إفريقيا هو نتاج النظام الجامعي المغربي. هل نجحتم في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستوى الدينامية التي تشهدها العلاقات السياسية؟ للأسف ليس بعد، ونعمل من أجل تحقيق ذلك، ونخطط لعقد لجنة مشتركة بمعية أخي ناصر بوريطة في أقرب الآجال. هناك سلسلة من الأحداث دفعتنا إلى تأجيلها، لكننا عازمون على عقدها قريبا جدا. كيف تنظرون إلى الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز التعاون جنوب-جنوب؟ أعتقد أن المغرب بلد رائد في هذا المجال، ومن القطاعات المهمة والتي لها يد بيضاء على تعزيز التعاون جنوب-جنوب قطاع التعليم كما أسلفت. الكثير من الطلبة الأفارقة تلقوا تعليمهم في المغرب، وهذا الأمر يعد استثماراً في المستقبل، وأخالوا أن الملك الراحل الحسن الثاني كان حكيماً جداً في الاهتمام بالشباب الأفارقة. فاليوم في العديد من الدول يتوفر المغرب على سفراء مخلصين، وهو ما يكني على أن المغرب يتبنى سياسات صائبة. شكراً جزيلاً على الوقت الذي خصصتموه لنا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء. We'll be right back.